أمامي عبد الملك والكرة الانفرادية منتصف الملعب، عبد الملك يسجل بروعة، عبد الملك يفتتح التسجيل في الدقيقة 13. كرة أمامية كانت ولا وجود لتسلل، الضغط الاتحادي ينجح والفرحة الكبرى، الفرحة الكبرى للجمهور الاتحادي، وكرة أمامية لعبد الملك زيايا، وعبد الملك زيايا طبعا يدعو لوالده بالشفاء في هذه اللقطة، والكرة الأمامية جاءت لصالح الاتحاد، انفراد من منتصف ملعب فريق نادي بيروتي، وعبد الملك وضعها ليست يعني ما كانت كرة أبدا ممكن تصل. شوف الكرة الأمامية، عبد الملك كان خارج بعيد عن التسلل لأنه العودة كانت من القائد سيفير حيدري، لم تكن بالشكل المناسب. شوف الوضع الرائع الرائع على يسار حارس المرمى رحمن أحمدي، كرة في المقص لا تصد ولا ترد، بالعقل وذكية وقوية وكل شيء، وانفرادية ممتازة. يا سلام يا سلام على الكرة.